نذهب إلى سؤال رقم 5. ففي سؤال رقم 5 طلب منا تجسيد المتمن بتكنولوجيا مربوطة عن طريق المعقب الكهربائي. في المعقب الكهربائي يحتوي على 4 مقاييس من مقياس 20 إلى مقياس 23، ونعلم أن المعقب الكهربائي يتغذى بجهد 24 فولت مستمر، وجهد الشبكة الموجود لدينا هو 220 فولت متناوب. ففي هذه الحالة يجب أن نحضر محول يحمل الخصائص التالية 220/24 فولت، أي يخفض الجهد من 220 فولت متناوب إلى 24 فولت متناوب، والمحول غير كافي لأن المعقب يتغذى بجهد مستمر. أي محول نضيف إليه تركيب ثاني وهو عبارة عن جسر جريتز. وظيفة جسر جريتز تقويم الإشارة، أي تحويل النوبة السالبة إلى النوبة الموجبة، وتصبح الإشارة ذو اتجاه واحد. بعد جسر جريتز نضيف مكثفة على التوازي، وذلك لتقليل من التموج. وفي النهاية نربط طرفي المكثفة بقطبي تغذية مقياس 20، ونربطهم كذلك مع قطبي مقياس إكس 21، ونعلم أن مقياس 21 مربوط مع 22 ومربوط مع 23. هذه من ناحية التغذية. ثانيا نجسد متمن الأمن، وذلك عن طريق إكس 200، يكون على شكل ملمس مفتوح في حالة راحة، يربط بأو 4 للمقياس الأول. نعلم أن المتمن الأمن ينشط مرحلة الابتدائية ويخمل باقي المراحل، لذلك ربطناه بأو 4 المربوطة بأن 2 وشيعات تنشيط. أما باقي المقاييس فيربط إكس 200 بزد زائد، وزد زائد نقصد به مدخل تخميل جماعي، أنهم يخملوا دفعة واحدة. ثالثا يتم تجسيد المتمن. لكي نجسد المتمن يجب اتباع جدول التنشيط والتخميل. نبدأ في مقياس 20، فمقياس 20 ينشطه مقياس 23، نربطه بهذا الشكل عن طريق مخرج F2، هو يسمى قطب التنشيط، يربط مباشرة بE1، فتصبح المعادلة بالشكل X23 في 0. لماذا 0؟ لأنه ما بين O1 وO4 دارة مفتوحة، لذلك نكملها بشرط الانتقال وهو X2 بار، وهو عبارة عن ملمس مغلق في حالة راحة. أما في التخميل فإكس 20 يخمله إكس 21، وذلك عن طريق مخرج F1. F1 هو مخرج يخمل مرحلة القبلية بدون شروط. نذهب إلى مقياس 21. مقياس 21 ينشطه إكس 20 عن طريق F2، ونكمل شروط الانتقال X2 وX104. تلاحظون أن المرحلة أو مقياس أعطيته لكم باللون الأحمر، وشروط الانتقال باللون الأسود لكي لا نخلط ما بين المرحلة وشرط الانتقال. نكمل عملنا. X21 يخمله X22، وكذلك يخمل X200 عن طريق مدخل مسح الجماعي. X22 ينشطه X21، نعلم أنهم كتلة واحدة، إذن هنا F2 مربوط بE1، ونضيف إليها W1 شرط الانتقال، وهنا شرط الانتقال ملمس مفتوح في حالة راحة، نضيف إليه مثلث لكي نفرق ما بين ملتقطات وملمس العادي. أما X22 يخمل X23 وX200. X23 موجودة هنا مربوطة مع بعض، وX200 عن طريق زد بليس مدخل مسح الجماعي. والمقياس الآخر X23 ينشطه المقياس السابق X22. إذا تركته بهذا الشكل فتصبح X22 في 0، لأن الدارة مفتوحة بين O1 وO4، لذلك نضيف W0 وهو ملتقط مفتوح في حالة راحة. وآخر شيء، من الذي يخمل X23؟ يخمله مقياس 20 عن طريق F1، أو يخمل X200 عن طريق مدخل مسح الجماعي، وذلك في حالة وجود الخلل.